انتما كل شيء ب5 دراهم ما شاء الله. انتما هما هادو. الله يا ربي. كاينين هادو البنات اللي كيداروا في الثلاجه. البنات انتما الناموسيه ديال ايوب. سلام حبابي، كي دايرين خوتي خواتاتي؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ نتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، زعما كنجيكم على حسب الطوال. نتمنى ان شاء الله اي واحد يتفرج لفيديو ما يترددش يدير الاشتراك اللي مازال ما اشترك، لايك اكيد الى عجبكم الفيديو. نتمنى ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم. مرحبا بكم معايا في نهار جديد، فيديو جديد. ما كاينش غطا مرا، غير جري عليا نجري عليك. ايوا هادشي اللي كاين حبابي. بغيت نشير هنا في اول فيديو غادي نقول له واحد جوج، اما متتبعين ديالي على راسي وعيني واحد جوج، بغيت نقول لكم على من كتقلبوا وشنو بغيتوا تعرفوا. ما فهمتش بلوكيتهم، كنمسح التعاليق واخا هكاك ما نعرف منين كيدخلوا. والله ما عرفت هادو. ما كنبغيش زعما انا نعطي الطاقه السلبيه للمتتبعين ديالي، ولكن هاد الجوج خصني نجاوب عليهم. كيجيو عندي كيدويو كيمشيو الطرف الاخر كيدويو على من كتقلبوا. راه ما كاين حتى حاجه داكشي اللي كتقلبوا عليه داك المهم اللي كيعجبكم نتوما مرض، والله العظيم الا مرض فيكم. واحد النقطه، ما خصكمش تشوفوا بنادم عايش بخير مع راسو. رد الباب ايوب، كيتسمع شكون داير الموسيقى؟ رد الباب ديال الدروج. ما كتحملوش تشوفوا بنادم عايش بخير ولا كيشوف الاخر ولا كيتلاقى على مع الاخر، ولا ما فهمتش، والله ما فهمت. اللي كيقولوا لي مالكي مع اسماء شاني؟ داك النهار جاوبت درت شعل من حاجه، قالوا لي ايوا كاع داكشي في الاخر درتي فيديو. قلت لكم انا واخا حاجه كبيره كيعجبني نصغرها، حباش تصغر. انا واسماء شانيل كتشوفوني شتوني شي نهار معاها في الدار، ولا هي شتوها معايا شي نهار في الدار. انا واسماء ماشي صحابات، انا واسماء بيناتنا الخدمه فقط. انا واسماء بيني وبينها غير الخير، ما كاين حتى شي حاجه، ما مدابزين ما مخاصمين، ما زعما ماشي شفتوها معايا في الدار وديجا شفتوها معايا من بعد ما بقيتش كتجي عندي، ولا انا شتوني معاها من بعد ما بقيتش كنمشي عندها. راه تلاقينا واحد المره في المرجان، تلاقينا مشيت عندها باركت ليها ملي حلات الصالون. صافي حنا هكا خصنا نفرحوا مع بعضياتنا، صافي هادشي اللي كاين. شعل هي المهم، انا ما كنعرض عليها ملي كندير شي حاجه، وهي كذلك. انا راني في الناظور وهي في سلوان، بعادين لو كاين بعدا غير قرابين البعدياتنا، واخا نقولوا يمكن كاين شي حاجه حيت هي ما كتجيش وانا ما كنمشيش. بيناتنا غير الخدمه البنات، ما تبقاوش ديروا هادو واحد جوج، اما الاخرين راه كل واحد داخل سوق راسو. واحد جوج سبحان الله كنمسح التعاليق من داك النهار هدرت. عفاكم اي وحده بغات تهضر ليا على شي حد من احسن ما تدخلش عندي. اللي بغات تفرج وتونسني بحال الاخرين بحال المتتبعين ما شاء الله كيسجعوا كيهضروا كينتقدوا على شي حاجه بحال هكا، ولكن نتوما تنتقدوا على بنادم راه كتمع ليا. يمكن هي ماشي عليا، هي عندها مشكل مع شي حد. قلت لكم انا ماشي صاحبتها وهي ماشي صاحبتي، بيناتنا الخدمه فقط، ما بيني وبينها حتى شي مشكل، قسما بالله ما كاين شي مشكل بيني وبينها. هادشي اللي بغيت نشرح لكم. الواحد جوج وصافي، الله يهديكم. حتى هي شفت عندها التعاليق مالكي راه كتحشيك، ما كنحشي لها لا هضره لا والو، انا بيني وبينها غير الخير، والله ما كنحشيها الهضره. انا داك العنوان وداك الشيء درتو على حساب كتقولوا لي راه كتفرشك راه كتمعنى عليك راه كدير لك راه كدير لك. هي يمكن عندها مع شي حد تكون ما نعرف، ماشي شغلي انا. المهم داك الشيء بينها وبين شغلها، انا ماشي شغلي، ولكن بيني وبينها انا كنهضر على راسي، ما كاينه حتى شي حاجه. صافي هذا الشيء اللي كاين. اعتذر، اسمحوا لي الا درت شي مشكل بحال هكا. المهم شي حاجه في العنوان ولا دوك التصاور اللي حطيت ولا صافي. هذا الشيء اللي كاين، اما انا بنت الناس ما بيني وبينها حتى شي حاجه. صافي هذا الشيء اللي كاين. غادي نبداو فيديو ديالنا عادي والروتين، تشوفوا معايا شعل من حاجه. نوريكم نمشي نشري ان شاء الله الفراش الايوب. كما شفتوا شريت الناموسيه مازال ما كملت. نشري ان شاء الله شعل من حاجه. غادي نوجد العطريه، تسلات لي العطريه، تشوفوا منين كنشريها والطريقه باش كنوجدها. المهم غادي ندوز معكم نهاري كامل. يلا حبابي مرحبا بكم معايا، ان شاء الله نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم.
رجعت معكم حبابي، رجعت من برا. يلا خرجنا هبطنا الناظور، انتم قريب المغرب. شحال في الساعه؟ الساعه 7. المهم احنا خارجين، فين ما مشينا نديكم معنا، نديكم معكم، نديكم معنا. نقدم اولاد ميمون، سوق اولاد ميمون، كلشي غادي كيجري، كيبان ليا من هنا عامر. فلاشيه كيكونوا هنا اللي كيبيعوا الخضره، موالين الخضار. هانتوما السوق، وانا راه كيلعبوا الدراري. حنا في عرين الشيخ، مشينا عند اللي كيبيع بونج، عنده طلامط، عنده شعل من حاجه. المهم عاد كنشوفوا الاثمنه، واش ندير له بونجه عاديه بحال اللي درت لياسمين، ولا ندير بحال اللي عند كوثر وايه. كوثر وايه فوقاش شريتهم من ايكيا في شارع الجيش الملكي، دابا بدلو لها سميه، ما عرفت شنو سميتها. ديجا درت تما الفيديو وبغينا نشوفوا. المهم نشوفوا الاثمنه، ونشوفوا كاين 90 في العرض على متر و90. احنا الناموسيه ديال ايوب فيها 90 في العرض، مترو 2 متر في الطول. هادشي اللي كاين، ومع دابا مشى الحال. يلا ادى المغرب. شكون اللي توحش القيصريه؟ واحد المتتبعه قالت لي ديري لنا جوله في قيصريه، دابا نصهم يكونوا سادين. ثم انا فين كاين داك تحت حكن، وانا الرشاشات ديال الماء. حنا في قيصريه، جينا عند واحد كيبان لينا مفتوح، نحلو العاد شوف شنو كاين. يلا نرد عليكم. كاينين هادو، شحال قال لك هادو الميت؟ لا هكا كاملة يا 50 درهم. عندو هادو زوينين، كنت بغيت بحال هكا الأيوب، قال لك ما كيخدموهمش. هذا هكا زوين خفيف، حيت بغيت غير نعد، ماشي نعديلو. عندو هنا الحصاير طوالين كبارين على حسب العبار، راه أنفاس فندق الرياض. انا في قيصريه، المهم معروف هذا كيبيع كلشي بالجمله. و كاينه هاد الحصيره زوينه، هادو كيتباعوا بالمترو. كاين هاد لون كاسي، كاين فيه هاد اللون، الله ما عرفت شنو سميتو. المهم اللون ديال الباربه. كاين هاد القهوي عنده دوفاس، هذا بحال هكا وبحال هكا. كاين هاد قريف سامبل، اما الباقي كلشي مزوقين كبارين فيهم. الاخر انتم خديت جوج خديات، واحده الايوب واحده السكر. نديو له هذا وصافي، ماشي نعديو به، مازال غيدير. المهم مازالو نهضروا على هادشي، دابا راني برا. انتم قيصريه كلشي مفتوح ولكن خاويه، ما كاينش بنادم، كيدور قليل. ايوا ريحة ايوب. تقريبا كلشي صافي، كلشي مشى، بداو كيسدو الهيها. قلت لكم البنات دينا له هذا، مازال غيدير الناموسيه ديالو. دابا غير فيه هكا الصغار وفيه كبار، والله ما عقلت الثمن. شعل مازال غادي نشارك معكم كلشي. هو هذا فيه، مهم كبير، بلي نفرش ان شاء الله ونشارك معكم. او ما هكا صغارين ديال الناموسيه ديال بيبي، ان شاء الله زوين. عنده هنا كلشي كيبيع بالعبار، كلشي عندهم. انتم البنات قضيت العطريه من عند هذا العطار، مع شابات باهي باهير، ما كتبانش حيت مشعول فيها الضو. عندهم كلشي ما شاء الله.
نتوما في هاد البلاصه كلشي عندهم اللي بغيتو. المهم غادي نشارك معكم العطريه، دابا راه تقضينا بالليل حتى الغدا ان شاء الله. انتوما منو هنا قريب المركب، واحد المره سولتني واحد المتتبعه على العكار الفاسي اللي شريتو من عنده. انتوما هنا قدام تقريبا المركب، معشبه باهير دغيا، راه سميه اللي كتعطي كل شيء. ايوا شكون اللي توحش هاد البلاصه؟ قيصريه بوقادوش. انتوما عاد حل عندك، وهنا يا راه سادين تقريبا. دابا اللي كيخدموا مع المغرب اللي كيبيعوا الخضره الهنديه والتشين وكلشي. ثم جي هاد المنزه، عماره المنزه دابا تلقاو كلشي غادي بحالو. هادي مكتبة اللي معروفة هنايا كبيرة، كلشي كيكون عندها. أصبحنا وأصبح الملك لله. وسير جيبو حطو هنا في السطح. صباح الخير، صباح النور، صباح العسل، ما تشوفوش لهيه، شوفوا غير هنا. يلا فطرنا. بغيت نشارك معكم العطرية. المهم كي كندير التوجة ديجا شاركتها ما شاء الله قناة ديالي وديالكم أيضا. غدا كتكبر وبغيت كلشي ان شاء الله كما قلت لكم، حنا شي كيتعلم من شي. المهم راكم عارفين عادي بلاكار واحد محلول واحد مسدود واحد هادشي اللي كاين. يلا نختصر حبايبي، ما غاديش نطولوا في المقدمه. يلا هنا البنات غادي نشارك معكم شنو جبت في العطريه. جبت التحميره اولا بابريكا، كنجيبها انا هكا الفلفله صحيحه. غادي نديرها هنا باش تبان لكم. هنا البنات جبت نص كيلو بحال هكا، انتما غادي تبان لكم مغبره. هنا جبت القزبر حبوب، جبت ربعه ربع ديال القزبر حبوب. جبت هنا نص كيلو ديال الكمون البلدي، والله معقلت البنات شعل على الثمن. جبت هنا هذه غادي نحتاجها الماسكات ان شاء الله، زريعات الكتان واحد 10 دراهم. وجبت نص كيلو ديال خرقوم. مازال عندي العطريه الاخرى. صافي هادشي اللي جبت البنات. هذا غادي غير ندهنو بالزيت ونديرو في الفران يسخن، الفران يكون مسخون، المهم سخون مزيان. ندهنو بالزيت الزيتون، نديرو في الطاوة، ندخلو نطفي الفران باش ما يتحرق. كما كتعرفوا زيت الزيتون دغيا كتعدي. هذا غادي نغسلو، كنت حلفت ما نغسلو البنات، ولكن شنو نقول لكم، ما غاديش نقدر ناكلو بحال هكا. انتم يبانو لكم الحبات. المهم غادي نغسلو انتم معايا. وهنا البنات درت الماء عادي سبحان الله، حتى جيت نغسل صافي وتقطع الماء. ملي كيتقطع الماء واخا كيتقطع كيبقى عندي الماء في السطح، في هذاك المهم البرميل الكبير اللي كنركبو في السطح، ايوا هو هذاك. صافي غسلتها البنات بالماء عادي ماشي سخون. هذا البنات كامل الطرب والحجر، ها نتوما ها شتو. سبحان الله، والله احسن بنادم يشري شي حاجه يمشي يغسلها احسن ما يدير. صفيتها البنات، المهم درت لها جوج تشليلات. وهذا دابا القزبر درته هكاك في البانيو، كبيت عليه الماء صافي، وكنهز بالصفايه نحط في الصفايه الاخرى. المهم انتم تابعوا معايا وتشوفوا الطريقه، راه ساهله البنات. هذا الحجر وهذا التراب، هانتوما ها شتو، ما نعرفوش كيبان ولا لا. هانتوما هذا الحجر، الحجر والتراب، ها شتو التراب.
من احسن بنادم الحاجه اللي غيجيبها يغسلها، ما قال لك الوقايه خير من العلاج. صافي البنات، غسلت هذاك التحميره وغسلت زريعه ديال القزبر، دابا كنغسل في الكمون. غادي تشوفوا العجب البنات كما المهم غنشوفوا قدامكم وصافي تشوفوا داك الشيء. الله يستر، الله يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين يا ربي. هذا الشيء ماشي كنقول لكم بالعاني، راه اي حاجه كتغرس في التراب راه كل شيء كيكون عامر بالتراب. ملي غسلتو لقيت نصو التراب ونصو الكمون. هانتوما غادي نحط كل شيء قدامكم. الا شفتوا هذا الشيء ما عمركم تعاودوا تاكلوا العطريه هكا. يا ربي السلامه، يا ربي الحفظ. خصني انتم كيبان لكم هنا التراب، شفتوا التراب والحجر. صافي البنات، غادي نشلل عاود داك البانيو ونعاود له، بقيت كنعاود. المهم درت له 4 الغسلات صافي. في الاخر ما بقاش فيه داك التراب، كيبان ليا في الماء غير اللون ديالو. كما قلت لكم البنات، ما تغسلو حتى بشي حاجه، ما ديرو حتى شي حاجه في الماء، الماء يكون عادي وما يكونش سخون البنات. هانتوما واخا كنعاود عامر عاد بالتراب. انتوما البنات هاد سميتو بالصفايه، الصفايه اللي كنصفيو بها القهوه اللي كنديرو بها اي حاجه. انتما البنات دابا بقى فيها غير داك الحبات ديال سميتو ديال الكمون. واخيرا انتما البنات فين درت هذاك التحميره هنايا في الطاوه ديال الفران. داك قزبر حبوب درتو في السينيه، وهذا غنديرو في هاد الطاوه ديال الفران حتى هو، ولكن خصني ندير يمكن نص، ندير النص في شي حاجه اخرى باش ينشف دغيا، راه ما كنقشع والو بالشمس الله العظيم. صافي غادي نطلقوا بحال هكا، كاينه الشمس ما شاء الله. انا في الشتوى البنات كنديرو بحال هكا في الطاوات، وكندخلو للفران، كنشعل الفران يسخن مزيان، كنطفيه عاد كندخلو حيت هو دغيا كيتشوط. صافي هذا الشيء اللي كاين البنات، غادي نخليه ونجيب واحد الطاوه اخرى ندير فيه هذا. صافي البنات، هاد الكمون ما خصكمش ديرو بزاف طاوه وحده، حباش دغيا كتدخل فيه الشمس دغيا كينشف، سواء في الفران ولا بحال هكا، وما تدكسوش، خصو يبقى هكاك. صافي انا درت واحد الشميشه ما شاء الله هاد النهار. يلا اي حاجه درتها غادي نشاركها معكم. دابا بقى لي لا نقيه وسميتو هادي، نخليها تنشف شويه، نحيد ليها هذا هاد العويدات هادو. صافي راه دغيا كيتحيدو البنات. هانتوما الناموسيه ديال ايوب، اليوم نعس في الناموسيه ديالو فرحان، ودرتو هنا البنات. كنخاف يطيح، كما عرفتو هو عاد صغير، يلاه 6 سنين ونص. درتو هنايا وكحزت الناموسيه الاخرى حباش ما يطيح. صافي هادشي اللي كاين هنا. ياسمين هانتوما تشوفوا عاد كلشي مقلوب، مازال ما جمعت. صافي صراحه جات زوينه. بونجا درت بونجا عاديه البنات، غادي نشاركها معكم. قلت ما زعما مازال ما درناش، درت هذه اللي كتباع ب حنا شريناها 210 دراهم ولا 20 درهم، كاينين في بلايص اخرين كيتباعوا ب 250 درهم. المهم جات هي هذه زوينه بحال اللي درت لياسمين، بعدا نيت خفافين حسن. البنات عندهم هادو تقالين كيفقسوني ديال ايا وكوثر. صافي هادشي اللي كاين الله يصلحهم، وماشي اي حاجه خصها تكون في بلاصتها. المهم جات له زوينه، انا عجبتني الصراحه، شي حاجه صحيحه. البنات اللي كيسقسيوني شعل 1500 درهم، 150 الف، ولكن انا جطرت معاه، جطرت وخلى ليا شويه. نتوما المهم على حسب اي حاجه، كما قلت لكم داك النهار خصكم تمشيو حتى للفارماسيان. بنادم كيشري دواء كيجطرو عاد من الحوايج بحال هكا. هذه ديال ياسمين راه كتدخل لهي، راه شتوها تحت الاخرى. ايوا صافي هادشي اللي كاين، انا ما كندير لهمش بحال الصراحه، هما اللي كيختاروا الالوان صافي وكنخليهم. المهم غير السوتره والهنا هادشي اللي كي جا حدا السرجمه، ولكن ما يهمش معليش، راه كاين الريدو كيهبطوا وشعل من حاجه. مازال غادي ندير له ان شاء الله شي فراش، بغى هادوك في اللي فيهم الرسومات معليش غندير له خاطرو، هو عاد صغير
تاخد ديال شريتها له ب 80 درهم البنات ديال 90. هي هاد ديال البنات صور شريتها، راه صورت معكم بلاصه بالضبط فين، في قيصريه اونفاس اوتيل رياض. انتما هادو ديال 90، كاينين ديال 90 ما عندهمش، هادو دايرين 60 درهم. هادو اللي عندهم هادوك جوج الغشاوات، علاش عجبتني انا بلاتي نوريكم. انتما البنات بحال هكا عنده جوج، هذا راه حتى هو مغلف بلاوات، وهذه كما تعرفوا الدراري الصغار كيعرقوا بحال هكا الا كانت شي حاجه، بعدا نحيدو هذا نصبنوه. شنو كنت باغا نقول، مازال غادي ندير له الخشا، المهم كلشي غادي نديرو ان شاء الله كما ديالو، الناموسيه ديالو غادي نصاوب لها، نصاوب له كلشي. والله ما عرفت شنو كنت باغا نقول، المهم الا فكرت غادي نرجع. خرجت البنات من الدار، نمشي نخوي شويه ونرجع شويه الطاقه الايجابيه ان شاء الله. العشيه كلشي عامر، غدا نهبط للمعرض ان شاء الله الا لقيت شي حاجه، قالوا لي راه جابوا الجديد مع الدخول المدرسي ان شاء الله. اي حاجه غادي نشاركها معكم. صافي دائما خصني ملي غنكونوا صارجينا شويه نمشيو نخويو. والله العظيم راه بنادم كيتزير، التماره الشغل الجباد ديال الجباد. ايوا هادشي اللي كاين حبابي، يلا نوصل ونرجع معكم. ما شاء الله قولوا بسم الله ما شاء الله. المهم غادي نقلب معكم الكاميرا، يلا دخلت. كانوا عاد هنا الناس، نقصوا شويه غادي نقلب معكم يلا. انتما ما شاء الله نبداكم من هاد البلاصه، هادي هاد البلاصه اللي كتشاهي، كاين هنا القرقاع كل حاجه وثمنها. انتما كوفيتير روز، هذا كاوكاو، نوتيلا، كاين هنا هاد عصير على شكل مناضه. المهم راه كلشي راكم عارفين اختكم، ما كتبخلش عليكم، اللي عارفاها كتقولها، اللي ما كتعرفش كتقول لكم ها هي عرفوها عادي. زنجلان، كاوكاو، اللوز، هاد فرماج ديال الساندويتش، الزبده هادي زوينه، هادي ايضا معجون التمر، الزيتون. المهم انتما ما شاء الله راه المحل زاد فيه شعل من حاجه. صوبو هاد الجهه، شوفوا ما شاء الله، ولا سوبي الماركت دابا، ما بقاش ما بقاش المعرض، فيه كل شيء ماشي غير كنضحكوا صافي، كل شيء فيه. المهم نديركم غير واحد الجوله، الا عندكم الغرض غادي نعاود معكم الجوله، المهم بالتدقيق كل شيء نديرو معكم التدقيق ان شاء الله. تواصل كبارين، وقفت ورجعت عاود باش نصور، كاينين الناس كيهضروا ما بغيتش ندير الصوت. هانتوما المهم ندير معكم غير شويه، اللي عنده الغرض غادي نعاود معكم. هانتوما ما شاء الله دايرين بحال هكا بلاستيك في جهه، المواد الغذائيه في جهه، المهم كلشي باين. نضلينا هادي زوينه المالح، ديما كنقولها لكم كتعجبني في الشلاضه. انتما كلشي كاين، كاين هنا الجلبانه والفول ديال البيصاره، العدس الاحمر والعدس العادي. انتما الشعريه اللي كتكون رقيقه بزاف واللي كتكون شويه غليظه، سكسو، العطريه مطحونه، حلوه، الملحه، وهنا كاين مواد تنظيف بحال هكا، هو مواد تنظيف. كلشي كاين هنايا ها نتوما. ما شاء الله كلشي مرطب، صابون، هذاك المعجون زوين ديال الخزامه، كاين ديال الحامض، هذا المسيح ديال الخشب، وهذه جابيل، فيه حتى بحال الاخر بحال مقاطع، هذا المهم بحال هكا،
راه كنوريكم كاميرا طلعتها الفوق، هذا المسيح ديال الزاج، كل شيء كاين ما شاء الله معطير. المهم الا عندكم الغرض عجبكم ديركم فيديو، ندير شي فيديو يكون مطرطق ديال المحل بوحدو. دابا جيت انا نتغدى ونشوف شي، المهم جبتكم معايا نوريكم الجديد. وهنا كاين المواعن فهاد الجهه مقالي، هادو راهم عندي زوينين. انتم هاد الجهه في الطرف كاع اللي دايرين المواعن بحال هكا، كلشي كاين، اي حاجه بغيتوها وبالثمن ديال السوق ولا احسن عاد. زوينين هادو ثلاثه، ولكن كتباع بالوحده. انتم كلشي كاين ما شاء الله، داك الكيسان ديال البلاستيك. المهم دابا جيت نبشركم باللي كاين كاين الجديد. الله يا ربي، الله جاب الله، ماشي ديال الزاج، هادو فنين زوينين، خصوني الصراحه. كاين البنيوات هكا كبارين، كاين مويل، كاين الصغير، طايفور، كراسة بحال هكا. كاينين هادو البنات اللي كيديرو في التلاجة، زوينين بحال هكا، كتبقى مساحة في التلاجة. شحال دايرين؟ فين مشات؟ وهنا كاينين انواع ديال الشباكي بحال اللي شتو عندي البنات في بيت النعاس داك النهار، درتهم في هذاك اللي قلت لكم كنسرجم. ها انتما هما هادو، الله يا ربي، شوفوا البنات، شوف انا فين كنت وهما فين كانوا، طاحوا بوحدهم. حياه اجي تشوف باش ما تهملي تقولي انا اللي طيحتهم. اجي اجي تشوف يا اختي، اجي والله ما انا والله ما انا والله والله الا خلعوني طاحوا مورايا، كما كانوش محطوطين النيشان. كاينين هادو عاود زوينين، شوف ها حتى هي دايره على سميتو قريب تطيح. الشباكي عندهم فنين. كاين هدا، كاين بحال هدا زوينين. وفيهم عاود هاد الشكل فنين. مهم بلاستيك، بدعو بدعو فيه ما شاء الله، تلقاو أشكال وأنواعو، الله يلا بدعو فيه ما شاء الله. كاينين هادو زوينين في اي بنادم كيديرهم في اي بلاصه بحال هكا، في الدوش، في كوزينه. وكاينين هادوك لي بواط عاود لي زوينين مربعين ودايرين هكاك. كاين هاد لي بواط لي زوينين كبارين، انا عندي منهم الحميز، اللوبيا، شي حاجه هكا زوينين. وهنا كاينين الكراسه، كاينين هادو زوينين، هادو حياه، هذاك لي بواط زوينه الا درتي كي كتحطيها على كوزينه ولا شي خبز ولا شي حاجه فنين. عندي انا قديمه والله الا فنه، الا بغيتو تدخلوا شي حاجه هكا في الثلاجه ديروا، المهم اي حاجه، كلشي كاين. شوف داك بلاكار الصغير اللي مزوق، كلشي كاين. كاين لي كوش هكا شحال فيه؟ 3 ب 5 دراهم. هنا هاد الشيء ها انتما كلشي ب 5 دراهم ما شاء الله، كاع ما درت من هنايا كيبانوا لي هاد السناد خواو. كلشي كاين انتما بلايصتي هنايا، ان شاء الله نهار اللي غيعمرو نجي ندير معكم شي فيديو. انتما كوفيتين العسل، هاد الشيء قلت لكم حياه كلشي ب 5 دراهم، شومبينيو، مايس، كلشي اتاي، كلشي كاين. العشوب كاين، الخل،
ماء الزهر لترو، القرعه كبيره. وكاين الملحه راه درتها معكم قبيله، كاينين هادو ديال العطريه، كاين الزبيب، كاين ما شاء الله. ومن هنا عاود قلت لكم كلشي بخمسة دراهم. كلشي كاين ما شاء الله. ونضه حتى هي 5 دراهم. اييه 5 دراهم. كاينين هادو زوينين في التحليات في الكاطو، ولا كيتاكلو هكا بوحدهم، كاين في بواطه وكاين هكا في الكرتونه. لي بات اشكال وانواع، كلشي كاين ما شاء الله. العصير حتى هو 5 دراهم، كاينه هادي زوينه كلشي زوين انتوما، كلشي كاين ما شاء الله. كاين هاد محيمزات على شكل نجمه، وكاين هكا عادي، كاين لسان الطير نورفل. هنا العشوب انتوما، كاين ما يتعلق بالمدرسه. شكون اللي يفتح لك الباب؟ هيا انتوما ما شاء الله كلشي كاين هنايا. تنتي جيتي؟ اجي اجي ناش. كلشي هادشي ديال المدرسه، كاين هادشي ديال طقطق، وداكشي داكشي ديال الكوزينه والحكان. المهم الى عجبكم الفيديو ردوا عليا في الكومنتير، غندير لكم فيديو نيشان في المعرض، يكون ديال المعرض بوحده. يلا جيت البنات، جبت معايا شي حويجات غير هكا، الخل بيساره نديرو بيسار، جبت ديال الفول وديال الجلبانه، كتباع هكا كميميته ب 5 دراهم الحاجه. هذه ديال الجلبانه جبت هذا زوين، اتبونجا تبعتش جبت هذا مويل، هذا زوين معقلتش على الثمن. صافي نكونوا وصلنا النهاية ديال الفيديو حبابي، نتمنى فيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش لي لايك لي اشتراك لي مازال ما اشترك. يلا سلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله.